اهلا بيكم في فيديو جديد وحلقه جديده من وضعنا شو. النهارده هكلمكم عن قد ايه انا بكره سواقين الاوبر. وباوبر مش قصدي شركه اوبر بالتحديد، انا قصدي اوبر، كريم، مدحت، اندرايفر، ديدي، دودو، سويفل، اي ابلكيشن بيوصلك من نقطه ايه لنقطه بي. اشمعنى قررت اتكلم دلوقتي عن الموضوع ده؟ فلنقل ان انا الفتره اللي فاتت حصل لي سلسله من الاحداث الوحشه اللي لسوء حظي كلها جت ورا بعض مع الشركات دي يعني، فحسيت ان انا ما بقتش حمل خلاص. الساعه 10 الصبح بتصحى من النوم، تستحمى، بتفطر، عندك مشوار مهم، فبتلبس وبتجهز، بعدين بتقرر قرار معين كده ان انت مش هتركب مواصلات. قرار كده بيبقى من جواك كده وبيجي مره واحده، اللي هو فجاه كده بتحس ان انت مش حمل. انت مش حمل تلم اجره، مش حمل تقف طوابير في موقف ما، مش حمل تقعد مع شريط ترامادول متحرك، فبتقرر تتجنب كل ده وبترتقي طبقه اجتماعيه وبتقرر ان انت تطلب ابلكيشن يوصلك. الو الو، حضرتك فين؟ يعني ايه انا فين؟ انا في البيت. ايوه يعني فين؟ هو حضرتك يعني كسواق اوبر بتكلمني كده ليه؟ هل انت مثلا صاحبتي وانا مثلا خرجت من غير ما اقول لك؟ في حاجه اسمها لوكيشن، يعني اعتقد ان اللوكيشن بتاعي البيك اب بوينت دي انا حطيتها لسبب ما، والناس في الابلكيشن اخترعوها لسبب ما، فانت شايف انا فين، انت عارف انا فين، بس انت بتكلمني مش عشان تعرف انا فين، انت عايز تعرف انا رايح فين، لان دي اللي مش بتبقى باينه عندك. ايوه يعني حضرتك برضو رايح فين يا عمي؟ رايح اكتوبر، رايح المهندسين. ينفع بعد اذنك تديني اكتوبر؟ ينفع لو سمحت؟ ارجوك. ابقى برد على السؤال ده وانا خايف كده وانا قلقان، اللي هو يا رب يوافق. ببقى حاسس ان انا بنت مراهقه تطلب من ابوها ان هي تخرج مع صاحبها كايرو فيستيفال يوم الخميس، وهو يا يوافق يا يرفض. لا لا فندم، للاسف انا مش رايح اكتوبر. يعني ايه يعني ايه مش رايح اكتوبر؟ وانا بقول لك تعالى نخرج، وانا بعزم عليك، بقول لك في اوتنج رايقه النهارده، مين ان يا شباب؟ بتخش تقول لي انا اوت؟ يا عم تشتغل، ده اكل عيشك، هتشتغل وتبقى زيك زينا عادي. خلاص يا عم بلاش اكتوبر، انا رايح المعادي، تمشي معاك المعادي؟ لا والله يا فندم، انت عارف الدائري بقى بيبقى واقف وزحمه وكده. ما انا عارف ان هو زحمه، عشان كده قررت اطلب اوبر والجأ لحضرتك ان انت توصلني وادفع فلوس اكتر عشان اخد خدمه مريحه اكتر. انا والله فعلا بقيت بخاف، يعني لما بيسالني انت رايح فين بقول له شوف حضرتك عايز تروح فين وانا جاي معاك. فاكر مره ان انا كنت في التجمع وعايز اروح اكتوبر وكان الوقت متاخر، كنت كل ما اطلب ريكويست يقول لي انت رايح فين، اقول له رايح اكتوبر، فيقول لي لا معلش مش هروح اكتوبر، ويقوم مكنسل. واحد في التاني في التالت، جيت على الرابع بيقول لي انت رايح فين، قلت له حضرتك شوف انت عايز تروح فين وانا جاي معاك. يعني انا مش هعترض والله، انا عايز حد بس يطلعني الحته اللي انا فيها دي، بعد كده نتفاهم يعني. ساعتها حتى هو راح بعت لي في الشات علامات استفهام كده، قلت له تعالى بس، واول ما ركبت قال لي انت رايح فين، قلت له بجد يعني بجد فعلا شوف انت رايح فين وانا جاي معاك. عادي يقول لي اصل احنا بنبقى عايزين نروح مش عايزين نروح، والسيستم مدينا اوبشن ان احنا نشوف الواجهه بتاعتنا فين. طب يعني السيستم مديك الاوبشن ده تستخدمه ليه؟ بيطلع لك ريكويست ان انا رايح اكتوبر لو انت فعلا معاك الاوبشن ان انت ما تروحش اكتوبر. خلاص خلصت من سؤال انت رايح فين وجاي منين والموضوع تمام، تخش في السؤال اللي بعديه، السؤال الاصعب، السؤال لازم تركز جدا وانت بتجاوب عليه، وحضرتك هتدفع كاش ولا فيزا؟ ويلك وسواد ليلك لو قلت فيزا، اكنك شتمته بامه، اكنك قلت له ان والدته ست مش محترمه، اكنك قلت له ان والدته بتتاجر بالساعه، بتتاجر بالفيزا. بجد مش بفهم ايه السبب، يعني ايه الوحش قوي في الفيزا؟ اللي هو الفيزا دي ما هي فلوس، يعني هي الفيزا دي مش فلوس حرام مثلا، او مش فلوس في لعبه اونلاين، مش ورق بنك الحظ، ولا فلوس وهميه انت هتاخدها برده. جزء كبير اصلا من ان الواحد بيركب الابلكيشنز دي عن التكوسه العاديه ان هي فيها اوبشن الفيزا، ان انا بدفع على طول من غير بقى يبقى معايا فكه او نقعد نفك والحوارات دي، فانت ليه مصعبه عليا؟ بس الحمد لله يعني انا بعدي من السؤال ده، عشان انا مش بستخدم قوي الفيزا في اوبر واندرايفر. بس انا مره حصل لي موقف ان انا كنت رايح من التجمع لاكتوبر، نفس الشخص اللي ما كانش عايز يوديني ده، والرحله كانت فيها ديسكاونت يعني، فهي الرحله باين ب 100 جنيه او 120، انا كان المفروض ادفع 20. فهو طول الطريق بقى عمال يقول لي، يشتكي لي ويقول لي الزباين ومن الناس ومش الناس والفيزا والفيزا بتتاخر. المهم ان هو اخر ما وصل قمت مطلع له 20 جنيه، قلت له السلام عليكم، بص لي كده، ينفع كده يعني يا استاذ؟ ماشي ماشي. حسيت ان انا
غدرت بيه، يعني حسيت ان انا طعنته في ظهره كده، ان انا ما عملتش اي حاجه مثلا، ما كلتش عليه حقه. يعني هو بقيه الفلوس هتتبعت له من الشركه بس كمان اسبوع او حاجه، يعني ما حصلش حاجه. فكره بقى ان اللي بيعرف ان الرحله مش مناسبه ليه ويقول لك هكنسل مثلا او كده، ده ماشي تمام، ده بيعصبك شويه كده وبتبقى متنرفز، بس الموضوع بيعدي. في بقى نوع تاني من السواقين اكثر شرا، نوع ما عندوش قلب ولا رحمه ولا دم. بيعملوا ايه بقى؟ حضرتك رايح اكتوبر؟ اه تمام ماشي تمام نروح اكتوبر. حضرتك هتدفع فيزا؟ ماشي 5 دقايق عند حضرتك. النوع ده لسبب ما هو مش هيكنسل، عشان تقريبا لما بيكنسل بدون سبب مقنع بيتحسب عليه فلوس او حاجه، بس هو هيفضل يزهقك في عيشتك لحد ما انت تكنسل. حضرتك كاوتشي فسه بس والله انا جايلك في الطريق اهو. حضرتك دخلت في توك توك ساعه بس صب عندك، يخليك تقعد تستناه بالساعه وهو ما بيعملش اي حاجه غير ان هو قافش فندان مثلا وعمال بيلف فيه، هو ولا منه بيوصلك ولا منه بيشتغل، هو ما بيعملش حاجه غير ان هو بيضيع وقتك ووقته. يفضل كده بقى لحد ما انت تزهق وتكنسل. تكلمه تلاقيه بيقول لك حاجه غريبه، او تلاقي موبايله مقفول اصلا وما بيردش. مره واحد قبل كده قال لي ان الرحله عليها ديسكاونت او حاجه، او عارف ان انا هدفع بفيزا حاجه كده انا مش فاكر، فلقيته بيقول لي طب بص انا بس بجيب قهوه وجاي لك. فانا اللي هو تمام، يعني الراجل محتاج يشرب قهوه، فليت بي يعني اشرب قهوه تعالى ماشي خلاص. بعديها بخمس دقايق لقيته بيكلمني بيقول لي بص انا معايا مراتي في العربيه، عادي اجي بيها ولا ايه؟ فما فهمتش يعني معايا مراتي دي جديده. فتمام ماشي هات مراتك معاك ما يضرش، يمكن مراته مثلا عايز يوصلها في حته متسوحه في الشارع فاضطر ياخدها، الله اعلم بظروف الناس. فضل بقى يلف على الماب ويروح في حتت غريبه، وبعد كده موبايله قفل. فانا فهمت يعني فهمت ان هو مش هيجي. خلاص تمام يا معلم ماشي شكرا، يا رب انت ومراتك تتقلبوا. مهم ان انت وصلت ان انت سواء اخيرا تكرم على حضرتك وقبل ان هو يوصلك، فقبل الريكوست وجالك. بيبتدي بقى يحصل يعني نوع من الغباء كده، اللي هو وحرك فين، انا مش عارف اجيلك، انا مش عارف اجيلك ازاي، وانت الشارع ده ولا اللي قبله. وتحس كده ان في طفل انت المفروض تعلمه السواقه. وفي نوع من الكسل كده اللي هو ممكن حضرتك تطلع لي بس بره معلش، عشان انت عارف الشارع مكسر والدنيا بايظه خالص جوه. بص انا يعني لو تعرف تطلب اوبر وتجيلي. وتبتدي بقى تشوف انت ايه هتوصل له ازاي اصلا. مهم انت خلاص الحمد لله ركبت. هل الموضوع بينتهي عند كده وبتوصل للديستنيشن بتاعتك امنا سالما بدون اي مشاكل او صداع؟ لا ده ما بيحصلش. تلاقي في اسطوانه او اسطوانتين من 3 أو 4 اسطوانات كده اشتغلت. اول اسطوانه انا اصلا والله محاسب وشغال في بنك الصبح، انا مهندس وبشتغل في موقع بجري على اكل عيش في مكتب ومش لاقي اصلا، دي مش شغلانتي. انا دكتور بشتغل في مستشفى عندي دخلت انا والله عندي صراحه. هم ما بقوش يقولوا كده قوي تقريبا، هرشوا ان الموضوع كليشيه او الناس بقت تتريق عليهم على الانترنت كتير، بس هم بقى يقولوا كده بطرق تانية. لو تلاقيه وسط الكلام كده ايه رمالك جملتين انجليزي، انا بهتم بالكاستمرز بتوعي جدا. كاستمرز ايه يا معلم؟ دي مش خدمه عملاء فودافون. انا اهم حاجه عندي اليوزر اكسبيرينس. يا عم ده انت نظيف جدا، ده انت نزيه قوي، ممكن بقى توصلني بعد اذنك وتبطل النزاهه اللي هتقلبنا دي؟ انا في سواق فعلا والله قال لي انا بديك ريت زي ما انت بتديني ريت. لو ماشي يا معلم، يعني يا رب ابقى راكب مثالي واكون عند حسن ظن حضرتك. بالحديث عن النزاهه ستوري تايم، من اسبوع بالظبط ركبت مع واحد، فبقول له هو البلوتوث شغال، هو كان عربيته حلوه وفيها شاشه كده كبيره وباين اكيد ان هو فيها بلوتوث وشغال، يعني ممكن اشغل اي اغنيه انا عايزها عادي، بس انا قلت ابقى ذوق يعني. فبقول له هو البلوتوث شغال؟ لقيته بيقول لي شغال اه بس مش هينفع تشغل حاجه للاسف. فما فهمتش سكت كده، قلت له ليه يعني مش فاهم. قال لي بص بصراحه اصل انا شغال من الصبح ومصدع. فتنحت كده قال لي اه والله. المهم ان هو كان راجل كبير بس مش كبير قوي، يعني اللي هو فوق الـ40 تحت الـ50. انا قلت يمكن راجل كبير مثلا او راجل تعبان، فماشي مش مشكله، الراجل مصدع مش عايز يسمع حاجه وكده كده مشوار قصير فعادي. يسكت بقى اللي عنده صداع ده يسكت؟ لا. فضل طول الطريق يحكي لي قصص كلها نزاهه في نزاهه عن قد ايه هو ما بيقبلش اي مشوار بره زايد، عشان يعني مشاوير بعيده عليه، هو ما بيحبش يطلع بره المنطقه. ده انا حتى جالي ريكوست وسط البلد ب 250 جنيه ورفضته. ليه ما اعرفش يعني، مش
مش حابب اخش في الزحمه، مش حابب اطلع، مش حابب اخش في الزحمه. لولا ان الريكوست بتاعك كان في زايد ما كنتش قابلته. ماشي يا عم البرستيج، كتر خيرك، وصلنا بقى. يسكت بقى. لا طبعا انا بكره الاطفال، ما بحبش اركب اطفال معايا. عارف انت الاطفال لما بيركبوا اهليهم بيبقوا سايبينهم بيقعدوا يلعبوا في العربيه. انا مره طفل بوظ لي تكييف، رحت اصلحه في اسكندريه ب 3000 جنيه حتى. بص وقام طلع لي من تحت التابلو يافطه كده مكتوب عليها ممنوع ركوب الاطفال. لما بقبل ريكويست وبروح الاقي اطفال بضحك عليهم، بقول لهم ان البطاريه عطلانه وانا لازم اكنسل. اصلا لما جيت اخدكم كنت فاكر ان معاكم اطفال، يعني شفت كده اطفال ماشيين جنبكم في الشارع كنت ناوي ماخدكوش. ماشي يا عم يعني خلصنا بقى. فانا من كتر ما انا يعني جديت وخلاص بقى عايزه يقطم، فبقوله هو المشوار لسه قدامه كتير. راح قال لي هو انت مش من هنا؟ بص بقى دي زائد واحد ودي زائد اتنين ودي زائد تلاتة، وقعد يرغي ويشرح لي في المنطقة لحد ما انا كنت خلاص يعني اللي هو عمال اقول يا رب يا رب اوصل. المهم ان احنا وصلنا المكان ما قلتلوش حاجة يعني ونزلت، بس اللي هو يعني حسيت ان انا متعصب كده، اللي هو انت ما خليتنيش اشغل اغاني عشان عندك صداع، انت ما عملتش حاجه غير ان انت صدعتني. فانا مش ببقى فاهم الناس دي بتشتغل ليه، يعني طالما هي الموضوع جاي عليها قوي كده ما تقعد في بيتها، ولو قررت ان هي تشتغل هي محتاجه الفلوس خلاص يبقى تسكت يعني تبطل صياح. قصص السواقين بقى ما بتنتهيش عند قد ايه هو نزيه وقد ايه هو بيتكرم عشان يوصلك، بس ساعات كمان بتلاقيه بيحكي قصص عن قد ايه هو سواق اوبر شهم وجدع. مره جالي ريكوست من واحد مصطبح وكان هيثبتني ووصلته عشان انا جدع. انا مره جالي ريكوست من واحده سكرانه طينا ووصلتها ما رضيتش اذيها او اعمل لها حاجه عشان انا ابن ناس. مره جالي ريكوست من بنت يتيمه ورحت وصلتها البدرشين عشان تاخد ورثها وحقها من عمها، ووقفت قدام عمها في المحكمه لحد ما خدت فلوسها. يا عم خلاص يا عم خلاص، ده انت اجدع سواق شفته في حياتي، هديك 5 نجوم والله، بس حل بقى. معرفش ليه دايما السواق بيحاول يثبت لك حاجه وانت حرفيا مش فارق معاك، يعني انت حرفيا مش هتشوفه تاني، يعني انا ولا انا هشوفك تاني ولا انت هتشوفني تاني، ليه مهتم ان انا اشوفك بصوره معينه؟ المهم هل الموضوع بيقف عند القصص والحكاوي؟ لا، ولنقل ان انت ركبت مع سواق اوبر ما بيتكلمش كتير ما بيحكيش، بس انت يعني الظروف حكمت ان انت مستعجل وعندك مشوار وعايز تلحقه وعشان كده طلبت اوبر، يعني ان هو اكيد اسرع من مواصلات. تلاقي السواق في نص الرحله انا عايز احط بنزين، ما حطيتش ليه قبل ما نطلع؟ طيب انت مريض. فكره ان هو ما بيبقاش عايز بنزينه عاديه، لا هو عايز بنزينه غاز. فنقعد بقى ندور ونلف، عندكم غاز؟ لا شكرا. عندكم غاز؟ لا شكرا. والكعب داير بقى عمالين بقى بندور على انبوبه الغاز فين في المنطقه اللي احنا فيها. بس تمام ماشي يا عم، ما عنديش مشكله في الحوار ده، موافق. المشكله بقى ان اللي حصل معايا الفتره اللي فاتت اغرب بكتير قوي من حوار البنزين، اغرب واوحش. يعني انا فجاه بقيت في سيتويشن غريب. اللي حصل ان انا كنت رايح من اكتوبر لمصر الجديده، و على نص الدائري كده لقيت السواق فجأة بيقول لي على الدائري واحنا على الدائري، ايه ده البنزين خلص. لأول مرة في حياتي اشوف عربية بنزينها خلص، بنزينها خلص خلص اللي هو مفيش بنزين يحركك، حتى مش اللي هو مثلا بتديك انذار ان تانك قرب يخلص فبتبتدي تدور مثلا على بنزينة او تشوف انت رايح فين جاي منين. لا هي العربية ما مش بتدور ومش بتتحرك، اكنه موبايل مثلا فصل شحن. انا ما كنتش فاهم، يعني اللي هو يدوبك نزل من الدائري كده وعمال بيدور على بنزينه، وفجاه العربيه وقفت قدام باب كومباوند، وانا بقيت اللي هو مش عارف المفروض اعمل ايه، مش عارف حتى يتحرك من قدام باب الكومباوند عشان الناس تخرج. فالناس كانت جايه تخرج كده وعايزه تعدي ومش عارفين يعدوا، فبيبصوا لي انا اكن انا مثلا اعرفه او صاحب العربيه، وانا مش عارف اقول لهم ايه. فبقيت محرج مش عارف اعمل ايه، اللي هو والله ما تابعي والله ما اعرفوش. فلقيت نفسي ما بعملش حاجه غير ان انا بزق العربيه واللي هو مش عارف، يعني مش عارف اقول ايه. اللي عملته ان انا قلت له انا هطلب اوبر تاني بقى وخلاص، وهشوف هياخد كام واخصم منه واديك الباقي. المهم خلاص انت وصلت او قربت توصل للديستنيشن بتاعتك، لو عديت من كل المواقف اللي فاتت دي بسلام، ناقص 3 4 مواقف كده ممكن يحصلوا معاك. هحكي لكم برضو الحاجات اللي حصلت معايا. تلاقي مثلا الديستنيشن بتاعتك في شارع ما جانبي، ليه بيقول لك معلش ممكن تنزل هنا؟ اللي هو ليه انزل هنا؟ انا حاطط اللوكيشن جوه وحاسبك على الدخل اللي انت هتدخلها، ليه ما توصلنيش للحته اللي انا رايحها؟ ممكن بس معلش تنزل تعدي الطريق السريع ده، معلش لو ما فيهاش احراج، يعني لو في عربيه تيجي تخبطك عادي يعني، بس انت عارف اليوتيرن اللي جاي في السودان بقى، فانا لسه بقى قبل ما اروح السودان وارجع، انت انزل عدي عادي. ف
فما بفهمش. واللي تلاقيه بيقول لك اصل الشارع مثلا مكسر، معلش بس انا مش هينفع اخش الشارع ده، انت عارف الشارع مكسر بقى والعفشه لسه مغيره عفشه، فانت يعني انت خايف على العربيه وعلى العفشه لدرجه ان انت مش عايز تمشي في شارع مكسر؟ مشغل عربيتك اوبر ليه؟ وصلك بقى خلاص اخر حاجه بتعملها ان انت بتدفع، فتلاقيه ساعات كده بيبص في الفير ويقوم باصص لك كده ويقول لك انت لاعب في السعر. يا عم والله لا مش لاعب في حاجه، ماشي بس انت لاعب في السعر. في النهايه عايز اقول ليه سواقين الاوبر بقى فجاه، سواقين اوبر وان درايفر وديدي واي حاجه بقى فجاه بيمنوا عليك؟ لو انت تحمد ربنا ان انا هوصلك، انت تبوس ايدك وش وظهر ان انت لقيت واحد يروحك بيتك. الخدمه دي لما كانت موجوده في مصر في الاول الموضوع ما كانش كده خالص، يعني لو تفتكروا اوبر اول ما نزل كانت العربيات كلها رمادي كده، كان السواق بيعزم عليك بالبان وميه، كان بيتكلم فورمال كده، ما كانش فيه حوار امون ده خالص، وكانت كل الرايدز فري اصلا. يعني فاكر اوبر اول ما نزلوا مثلا مصر انا اول شهر ده كنت بركبه فري، ما كانش في حد بيتضايق. يعني مش عارف ليه الموضوع انحدر كده فجاه. طبعا كل المواقف اللي انا حكيتها دي بيحصل اسوء منها بكتير للبنات، فيعني في النهاية أتمنى إن الموضوع يبقى أحسن، اليوزر إكسبيرينس على رأي السواق النزيه تبقى أفضل. وبس ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وشير وتسيبوا لي كومنت، وأشوفكوا في فيديو تاني جديد قريب، وباي باي. انا عايز احط بنزين.